بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا بتاريخ 18/10/2015، هذا هو حاجز حرام الحطب بالريف الشمالي، هذا هو حاجز حرام الحطب في قرية المصاصنة طبعا، وهذا خط التماس، هذا الخط الأول ويعتبر خط النار مع قوات النظام. سيكون لنا لقاء مع قائد عسكري في هذه النقطة ليحدثنا عن أكثر عن تفاصيل ومجريات المعركة يوم أمس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. أخي الكريم، طبعا لاحظنا يوم أمس معارك ضارية بينكم وبين الغزو الروسي في الحقيقة لريف حماة الشمالي، أحبذا لو وضعتنا بصورة عن مجريات يوم أمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. حاول القوات الروسية والغزو الروسي في الأمس التقدم على خطوط الجبهة الأمامية للثوار، وكان بتكثيف ناري كثير قامت به الغزو الروسي مع الميليشيات الإيرانية، والحمد لله رب العالمين استطعنا تدمير عدد كبير من الآليات والمجنزرات وإعطاب مدفع بوزديكا، وقمنا بنصب كمين متقدم تم قتل فيه أكثر من 25 عسكري، والأعداد وصل تقريبا بين قتيل وجريح لقوات النظام حوالي 100 عسكري من ميليشيات الإيرانية ومن العصابات الروسية. والحمد لله رب العالمين، شايف انت الوضع تمام، نحن مرابطين وصامدين في ريف حماة الشمالي، عم بحاول بين الفترة والفترة تكثيف القوة النارية، والطيران الروسي دائما في الأجواء ويقوم بإلقاء الصواريخ الفراغية، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني أمورنا جيدة والعزيمة عال كتير، وبالعكس صار في عنا نحن هون حماس أكثر للشباب الحمد لله رب العالمين بعد الانتصارات اللي حققناها بالأمس، وإن شاء الله إن شاء الله نحن بكون عند حسن ظن الناس وأهلنا فينا، ونقدر نحمي هاي البلاد من التدخل الروسي والتدخل الميليشيات الشيعية الإيرانية، وإن شاء الله نستطيع تكبيدهم أكبر الخسائر هم وذاك النظام المجرم. كان الله في عونكم. أخي الكريم، تحدثت بما فيه الكفاية عن محاولة الغزو الروسي طبعا لريف حماة الشمالي من هذه النقطة وحجم الخسائر التي كبدتموه إياها، ولكن في الحقيقة تابعنا بيان لأركان النظام تحدث في هذا البيان أن قواته الباسلة تقدمت مساحات واسعة في ريف حماة الشمالي وأن حققت إنجازات وانتصارات كبيرة. وفي الحقيقة أنا زرت العديد من الجبهات، يعني كلهم كانوا في نفس المواقع التي زرتهم فيها منذ عام، يعني لم أرى أي تقدم، فهل هناك تقدم للنظام؟ الكلام عاري عن الصحة، فمثل ما ترى نحن الآن على خط الجبهة الأول على المصاصنة أمامنا حاجز حرامي الحطب في ريف حماة الشمالي، لم يستطيعوا التقدم نهائيا. حاولت قواته عن طريق عربة بي ام بي ودبابة تي 72 التقدم، الحمد لله رب العالمين أكرمنا الله بأن قمنا في تفجير بصواريخ تاو العربي والدبابة، ولم يقوم بالتقدم ولا شبر واحد على الأرض، بالعكس هو الآن مدافع أكثر ما يكون مهاجم. أخي الكريم، طبعا نحن خلال ما سمعنا خلال ساعات الليل طبعا اشتباكات متقطعة، وعند ساعات الصباح الأولى هل يعني هدأت وتيرة الاشتباكات، باتت متقطعة في هذه الساعات؟ بالنسبة للاشتباكات حتى الصباح الباكر كان هناك اشتباكات، ولكن بالفترة الظهيرة بهذا اليوم اشتباكات متقطعة في غزارة نارية من المدفعية النظام، ولكن حتى الآن لم تكن هناك اشتباكات مباشرة. أخي الكريم، طبعا نحن رأينا بأم العين الطيران الروسي وهو يغير على ريف حماة الشمالي ويحدث دمارا هائلا في منازل المدنيين وبعض المقرات التابعة للجيش الحر. طبعا هذا القصف بالطيران الروسي والصواريخ الروسية التي تدمر كل شيء أمامها، ألم تنال من عزيمتكم؟ لا، بالعكس العزيمة صارت أفضل وأقوى من الأول بكثير، فزادتنا إصرار على التقدم وعلى النصر بإذن الله، وسيكون النصر حليفنا، وهذا يثبت أن تكالب الكثير من الأمم على هذا الشعب الصامد وهذا الشعب المظلوم. إذن بحسب ما يؤكد المقاتلون أنهم تمكنوا من صد الغزو الروسي لريف حماة الشمالي بعد أن كبدوه خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. كان معكم محمود الحموي من على خط النار، على خط التماس الأول مع قوات النظام ريف حماة.